فإننا نعتزم إعطاء الأولوية لتحسين مستوى المعيشة لكل واحد من أبناء شعبنا في سائر أنحاء البلاد، وتوفير الحياة الكريمة والرفاهية للمزارع والطالب والكاتب والعامل وأهالي الريف والمدن والذين يبيتون في الجبال والسهول. وفوق هذا كله، فإننا عازمون على إتاحة الفرصة لأجل أجيالنا الصاعدة، الشبان والشابات، لكي يعدوا أنفسهم ليتمكنوا من أن يقوموا بدورهم في مصير بلادنا الحبيبة.